ازيكم؟ من شوية لما اتكلمت عن ترتيب العناصر من الخفيف للثقيل، في واحدة أستاذة دكتورة يعني أبوها راجل مهم في البلد، فبتقول لك إيه؟ بتقول لك إنه الهوا أخف من النار. طبعا أنا بحب أتريق عليها طبعا لأن هي فلاحة ما تفهمش حاجة في الحياة، فالنار هو أخف العناصر، واللي يعني اللي يعرف علم الرمل هيلاقي فيه ترتيب اسمه ترتيب نهمت. نهمت يعني النار أخف عنصر، الهواء العنصر اللي بعده، الماء العنصر اللي بعده، والتراب أتقل عنصر. يبقى النار أخف عنصر على حسب ترتيب نهمت. طبعا بقى إيه، والعياذ بالله، لو في التعليقات اللي في العالي اللي في اليوتيوب، طبعا الكائنات الفضائية اللي في اليوتيوب، الإليينز اللي في اليوتيوب، عندي كائنات فضائية بتتابعني في اليوتيوب بيقولك لا الهواء أخف من النار. استغفر الله العظيم. النار هو بداية كل حاجة، يعني النار هو اللي تسبب في تفكيك الهواء، والنار هو اللي تسبب في تبخير الماء، والنار هو اللي تسبب في إذابة الصخور، والنار هو اللي بيفكك العناصر من بعضها. النار عنصر مهم. النار هو العنصر اللي صنع الحضارات وسيح الحديد، وبقى فيه العصر البرونزي والعصر الحديدي، وبقى فيه اختراع السكين والآلات والسيوف وكل حاجة. فالنار عنصر مهم جدا. النار هو البنزين اللي بيتحرق، فبالتالي المحرك بيمشي، السيارة بتمشي، وهكذا. وهو كل حاجة النار ده، والنار هو اللي بتطبخ به، النار عنصر مهم. طيب طبعا برج الطور والأبراج الترابية الخنزيرة ما بتحبش تسمع النار، لأن هم رخوم وناس فيهم ثجالة الدم وثجالة الطبع، لذلك بيكره العنصر الترابي وبيعتبرونا إن إحنا وقحين ولساننا طويل. والله لنسفل في اللي جابته. نكمل الكلام. فأول عنصر في العناصر من جهة الخفية ومن جهة كل حاجة هو النار. ده لو انت بتفهم في العناصر وانت درست علم الحرف وعلم الرمل وعلم النجوم او علم التنجيم. يبقى العلوم الثلاثة، الحرف والرمل والتنجيم، لازم تلاقي الترتيبات اللي انا هقولك عليهم دول. ده لو انت يعني ايه درست في الحاجات دي. وبالامانه يعني انا مش هدخل في اي نقاشات في المواضيع دي، لان مش حابب، يعني مش حابب اتكلم كتير. هديكم الخلاصه في الكراسه وانتهينا. اما بقى تقعد تقول لي فسر واعمل وسوي، ما مش فاضي بصراحه. حتى العناصر لها عداوه ومحبه. النار عدوه الميه، او في عداوه كامله ما بين النار والميه، وفي نصف عداوه ما بين النار والتراب، وفي عداوة كاملة ما بين التراب والهواء، وفي نصف عداوة ما بين الماء والهواء وبس، وفي صداقة ما بين النار والهواء، وفي صداقة ما بين المية والتراب وبس. هي ده العداوة والصداقة، يا إما إن هم أعداء، يا إما إن هم أصدقاء، يا إما إن بينهم نصف عداوة. دول الحالات الثلاثة اللي موجودين ما بين العناصر: عداوة كاملة، محبة كاملة، نصف عداوة، مفيش أي حاجة تاني. بس ده اللي انا اعرفه. لو انت عندك علم تاني يا اخويا والنبي يا ريت تبقى تقول لي. طبيعة النار حار يابس، طبيعة التراب بارد يابس، طبيعة الماء بارد رطب، طبيعة الهواء تقريبا بارد يابس. هبقى اتاكد من الكلام ده لان الكلام ده انا ما شفتوش قديلة 1000 سنة، بس هو صح. طبيعة الهواء يعني بارد يابس زي ما انا قلت. النار والهواء يشتركوا في اليبوسة، والهواء والتراب يشتركوا في البرودة، أو يشتركوا، أنا قلت إيه؟ الهواء والتراب يشتركوا في البرودة، أيوة، والماء والتراب يشتركوا في الرطوبة وبس. وسلامتك، وسلامتك يا حاج، وسلامتها أم حسن من عيون الحسد. وإيه بقى اللي إحنا هنتكلم فيه؟ ترتيب العناصر داخل البروج. ترتيب العناصر داخل البروج، دايرة البروج بتبتدي نترم، وبعدين نترم، وبعدين نترم. نار تراب هواء مي، نار تراب هواء مي، نار تراب هواء مي. او يعني الحمل الطور الجوزاء السرطان، وترجع تاني الاسد والعذراء والميزان والعقرب، وترجع مرة اخيرة القوس والجدي والدلو والحوت. يبقى ترتيب ده اسمه ترتيب نترم تقريبا. نترم الره معناها ريح او رياح، اللي هو الهواء يعني، بس ده بيسموه نهمت وده بيسموه نترم. فهتسألني ليش هم عملوا كده، انا معرفش. هو ده العلوم مكتوبة كده. مين اللي كتب العلوم دي؟ امي هي اللي كتبتها، اشتراني ما ادري والله. من زمن الزمن والكلام ده بيتناقلوه، وكل واحد بينسبه لنفسه، وحكايات وقصص طويلة ما منهاش اي فايدة. فالمهم، المهم
ممكن اكون لخبطت في السنابه اللي فاتت، فانا اعيد الكلام مره تاني بسرعه. شوف يا باشا، تاني النار عدو الميه وبينهم عداوه كامله، التراب عدو الهواء وبينهم عداوه كامله، الهواء والميه بينهم نصف عداوه، النار والهواء طبعا بينهم محبه كامله، الميه والتراب بينهم محبه كامله، لكن النار والتراب بينهم نصف عداوه، والهواء والماء نصف عداوه. الطباع بقى بتاع كل عنصر، النار حر يابس والهواء حر رطب وكلاهما حارين، الماء بارد رطب والتراب بارد يابس وكلاهما باردين، بيشتركوا في بعض الجزئيات. يعني النار بيشترك مع الهواء في الحرارة، والنار بيشترك مع التراب في اليبوسة، لكن النار والمية لا يشتركان في شيء، وهكذا المية والهواء يشتركوا في البرودة، والمية والتراب المية والهواء يشتركوا في الرطوبة، المية والتراب يشتركوا في البرودة، لكن المية والنار لا يشتركوا في أي شيء أبدا. المهم هو ده الترتيب اللي اسمه ترتيب نطرم وترتيب نهمت. دول الترتيبات بتاع الطباع أو العناصر الأربعة، نار ترابي هوائي مائي، وهو ده اللي بينطبق زي ما قلنا في علم الفلك أو التنجيم، سميه زي ما سميه، بس هو الصح ان اسمه الاسترولوجي يعني التنجيم، والاسترونومي يعني الفلك، لكن اللي هو الطباع وتأثير الكواكب على الانسان ده اسمه علم التنجيم. نعم بكل تأكيد، بما لا يدعو مجالا للشك يعني، وبالتالي علماء الدين يقول لك حرام الابراج ومش عارف ايه والكلام ده. المهم نرجع لمرجوعنا، مرجوعنا بيقول انه النار يظل اخف عنصر، حتى لو انت كنت تعلم ما تعلمش النار اخف عنصر، وهو بداية كل حاجة. النار هو بداية الحروف، هو بداية البروج، بداية برج الحمل، نار، كل حاجة نار. الدائرة الفلكية بتبتدي بالحمل الناري. طيب بس يا سيدي، ما عندناش أي حاجة تانية نقدر نقولها في هذا المضمار، ويعني وشاكرين جدا لأفضل حضراتكم يا فندم. تمام.